قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. الهاء هو الحرف السادس والعشرون من الأبجدية العربية، وهو مهموس رخو مخرجه من أقصى الحلق. الهاء كالهواء في الصدر انتشار، يأخذك للسماء مخيب الرجاء. حروفنا الجميلة، حروفنا الجميلة، حروفنا الجميلة تزدان كل يوم. لا 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 لا، عميقة أصيلة تفسر العلوم. لا 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 لا، لفهمنا كفيلة حروفنا الجميلة تزدان كل يوم. النطق لا يذاع في قلبنا ضياء. حروفنا الجميلة، حروفنا الجميلة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.